يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل معناه كفتاه عن قيام الليل، فهل معنى ذلك أنه يكتب له أجر القائم؟ أنا لم أرى هذا الكلام من التكفير عن قيام الليل، لكن المشهور كفتاه عن قراءة غيرهما في الورد، يعني كفتاه في الورد عن قراءة غيرهما. نعم.